من شفتيني ولا ايه؟ لا مبسوطة، بس ما كنتش متوقعة ان اشوفك. يعني اصلك بصراحة وحشتيني، قلت اجيب نفسي بقى عشان اعرف رأيك في القصيدة اللي كتبتها لك. اصل بصراحة تعبت فيها قوي وكتبتها لك بدم قلبي. يعني ايه ده؟ هي داليا ما رجعتها لكش ولا ايه؟ انت ما خدتيهاش؟ لا طبعا، وبعدين انا كنت باخد منك الحاجات دي على سبيل الزمالة، لكن كل حاجة وليها حدود يا سيد. وبعدين انت لازم تخاف على سمعتي. انت مكبره الموضوع قوي كده ليه؟ هو انا كتبت لك كلام ابيح ولا حاجه؟ انت برضو مش عايز تبطل هزار يا سيد. خلاص لما اكتب لك بعد كده حاجه هجيبها لك بنفسي، وبعدين غطي لنا كتفك ده والنبي. انت مش عايز تفهمني ليه بس يا سيد؟ خلاص تعالى وصلي. لا يا سيدي متشكر. تعالي بقى بطلي رخامه. لا مستحيل. ما تيجي بقى. لا برضو مش هيجي. ها هركبك تاكسي. لا هدفع انا. طب صباح سالم يا ريس. يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. انما يعني معلش قبل ما نطلع قولي، هي السنيوره دي تبقى مراتك؟ لا طبعا. ضاربين ورق عرفي ومسجلين على شريط كاسيت؟ ايه يا ست انت الكلام ده؟ مقري فتحتك متكلم عليكي، غلط معاكي. هو تحقيق ولا ايه؟ ده مجرد زميل. حس كده بقى يبقى جنبك تشرف هنا جنبي يا مجرد زميل. انما انا يتهيألي شفت خلقة حضرتك دي قبل كده. لا ما ظنش. جايز الواحد ياما بيشوف اشكال ما يعلم بيها الا ربنا. انما على فين العزم في صلاح سالم يا مجرد؟ على فكره انا مش رايحه صلاح سالم، السيده عائشه. انت مش قلتي لي انك ساكنه في مدينه نصر؟ بس اصل ما هو احنا قاعدين اليومين دول عند تيتا. سكتك على قفاك. وماله يا حبيبتي، ما هي السيده عائشه تمشي برضو صلاح سالم ومدينه نصر والزمالك لو عايز. عليها اقساط. سحنة حضرتك مش غريبة علي، مش انت برضو تبقى ابن المسيد اللي هي بتبيع شبت وفضل وبقدونس على نص تحر السمك اللي في المدخل شوف الوش؟ ايه ده بقى؟ وانتي عرفت منين ان اسمك سيد؟ كلك ذوق وكفاحة والله العظيم، وانا من نوعية الناس اللي بحترم قوي 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 الناس المكافحة اللي زي حضرتك كده، وبنحني لها احتراما وبضعف قوي قدامها. ماشي انحني. انما مين اللي هيدفع بقى البنديرة؟ سعادتك ولا السنيورة؟ ما قلنا كلك ذوق وكفاح. ماشي. بس والله يا بنتي انت نفسك علوة قوي. صحيح كل فولة مسوسة ولها كيال معفن. ما بس بقى مش الصندوق الاشكال اللي تمشي معاها، تمشي معاها من ورا اهلك. ايه يا ست انت لو سمعتي الكلام اللي بتقوليه ده، على فكرة ما يصحش كده خالص، مش معقول كده. انا مالي، انا بس هنصحك نصيحة عشان انت زي بنتي. اوعي تخليه يسقيكي حاجة من الازازة مش متبرشمة. الازازة لازم تبقى متبرشمة وتسمعي صوت طقطقتها بودنك، والا تصحي تلاقي نفسك خائفه من شيء ما. بقول لك يا حاج ونبي ما تشغل لنا الكاسيت احسن، احنا اتخانقنا على الاخر. بايظ والله، بس انا ممكن امنجهكم يعني امنجهكم. ها سيد جيت ابوسه ايروي لوالي بوسه، كل البنات بتبوسه وش معنى انا يا سيد؟ ردوا وش معنى انا يا سيد؟ ايروي لوالي ويشو، كل البنات بتغيشو وش معنى انا يا سيد؟ وش معنى انا يا سيد؟ يا هو ده اللي حصل يا ماما. انا رضا ضمير، انا كده غلطان؟ هو كده غلطان؟ عايز اتكلم معاك شويه. ما انتش غلطان، انما يا خبيتها انت فاكر ان عمك هيفوتها لك؟ اجي ده اهي اترفدت كده من الجامعه ومن الشغل. عايز اتكلم معاك شويه. هتقضي سنكحه بقى على قفا امك؟ انت بتزل ابنك كده ليه؟ في ام في الدنيا تزل ابنها كده؟ يا ست اللي بيقول الام مدرسه، انت ما حصلتيش حضانه حتى. الصراصير بقت في كل حته، في البيت وفي القهوه، لا رش نافع ولا عجينه نافعه، شباشب بقى ولا ايه؟ والنبي ما في زي سيد، بس جه في وقت مش وقت يا ام سيد. متشكرين على الاضافه العميقه دي يا عم يوسف، بس انا غلطانه اني احترمتك تصدق؟ عم يوسف وان منت لو سمحت، دلوقتي دي مشكله عليا وبنحلها احنا الثلاثه كعيله واحده. بقول لك يا ام، تعبيني دور دومن على كل اللي صرفتيه عليا طول حياتك. لا اله الا الله، ولو كسبتك تصرفي تاني، تتخلفونا وتنسونا. ايه ده ايه ده؟ ايه الموسى اللي جايه علينا دي؟ جدال يا جي؟
يخرب بيتك يا بيت يا دالي، ايه القمر ده؟ يا سيد انا واقف جنبيك كيس جوافه يا اخي. يا دالي انت عملت نيو لوك ولا ايه؟ كان مستخبي فين ده كله؟ دالي طول عمرها زي القمر، بس هي اللي ملهاش بسكة البنات المايصة بتوع اليومين دول. امال ايه اللي جرى؟ قررت تنحرف ولا ايه؟ اعوذ بالله يا طنط، اصل كان عندي انترفيو قناة فضائية عايزين مذيعات تحت التمرين. اكيد طبعا هتنجحي، هما يطولوا يبقى في مذيعة زي القمر كده. هتسقط طولك يا ولد، هات له مية سكر يا دور. اشرب الشاي يا سيد. جرى ايه؟ ما تلم نفسك يا ابو راوية. مذيعة معدة اشيل شرايط اللي يجي منها. مش عارف ليه حاسس ان اول مرة بشوفك. اصل في ناس كده ما يهمهاش الا الشكل البرار. تعال جنبي يا توت، تعال جنبي يا حبيبتي. تعالي يا قمر. اسمعي دي، ما قلتليش يا رامي ايه اخبار البنت اللي بتسرح معاها اليومين دول؟ جرى ايه يا قمر؟ انت جاي تهدي نفوس ولا ايه؟ دي عواطف مالكيش دعوه بيها. ما قلتليش ان جيهان ما خدتش جواز؟ ما رضيتش ازعلك. عقبال ما تسترجل كده وتلاقي شغلانه عدله زي ده اللي. سيد ليه عندي شغلانه هيكسب من وراها ده؟ هيسرح معاك بالعربيه؟ هيخرب بيتك. واسرح ليه وانا عندي عربيه؟ التاكسي ده لا انساه خالص، ما جيش في مخيلتي. ما تديله فرصه يا مسيد، جايز يفشل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى يجي لك فشل في شنبك يا بعيد. يا ام ثقي فيا واتكلي على الله بجد، والله العظيم اشرفك. ما تبقى تنجح في امتحان السواقه الاول. ما انا عندي رخصه. لا رخصه ام سيد حاجه تانيه خالص. اركن يلا. بس بقى يلا انا يلا نركب. اركن يا ولا مش بمساجد بقى، العربيه دي ورثها ابا عندهم. طب يا امك ما انت راكبها. يلا ما تكلمنيش هنخبط. حتى سلم عليك. انتم يلا انتم على امك. انتم اركن يا ولا ماشي. اركن يا ولا، هات امي اخد سريعها وبيعها لك عشان تتسرد وتبقى عامله زي. طب لا يخرب بيتك، تخلينا على لجنه، تخلينا على لجنه يخرب بيتك. انا عايز ابلغ عن ابني يا باشا، ما بيعرفش يسوق وسرق العربيه وخطفني يا باشا. ما قلت لك يا سيد الليله دي مش هتجيب همها. معقول كده يا عم يوسف؟ يومين بحلم ومحدش يعبرنا. وين اللي كنت فاهم الناس هتبقى عليك بالضرب؟ لا الكلام ده كان زمان، الحب ملوش مكان في الزمان ده. الحب كان على ايامنا احنا جيل الثمانينات، ياما ضيعنا فلوسنا على الحب والعشق والغرام. الله يرحمك يا راوية. صحيح انا قبل ما سألتك يا ابو راوية، هي راوية دي بنتك؟ بنتي راوية دي قصة حبي الوحيدة، ماتت بعيد عنك في أزمة لوكيربي. عارفة المشكلة دي؟ الطيارة اللي وقعت في ليبيا حكاية كده يعني، ومن ساعتها اسمي مرتبط باسمها ابو راوية. امال انت اسمك ايه؟ ابو عزة. يا عم وحياة ابوك ما تاكلش دماغنا بقى يا عم. روى دي يا عم كانت نشاله واتفرمت وهي بتنط من الاوتوبيس. خلينا في اللي احنا فيه بقى. ما انا قلت لكم يا سيد جوابات الحب دي موضه قديمه في زمن الانترنت والرسائل والتكاوي. لا يا داليا ما تقوليش كده، الحب عمره ما هيموت الا في حاله واحده بس، لو الانسان انقرض. انقرض؟ انقرض ايه؟ هو فار انقرض يعني يا ابو روى؟ حلو قوي، احنا كده فضلنا كاميرا التلفزيون ونبقى في برنامج مسبير. عندك حق يا معلم، احنا لازم نعرف ايه اللي بياكل اليومين دول مع الشباب. اي حاجه بتاكل الا الكلام ده. انا عايزك تسيبك بقى من الكلام العاطفي المزوق ده، احنا لازم نوعي البنات ونرسيهم. النهارده اي شاب بياخد البنت بتاعته على الطريق الدائري ويسحب منها اعز ما تملك ويخلع. عندك حق يا ابو راويه، مفيش قصه حب تعمر دلوقتي، العيال عايزه تتجوز عرفي وخلاص. احنا في زمن العرفي. ايه الكلام ده يا عم؟ يعني نجيب رزمه ورق ونكتب عقد عرفي؟ لا احنا نفتح مخنا حبتين. اوعوا تطمعوا الشباب فيكم، اسالوني انا. الشاب من دول تسيبي له ايدك يمسكها يلعب لك في شعرك مسجات وهق ومق، وبعدين يقول لك الله عليك وانت واقفه بين ايديا، وبعدين يقع على المحظور وتاخد استماره سته. اوعي اوعي تجري وراه، هو اللي يجري وراكي زي البوبي لغايه لما يتعب يروح لابوه يقول له يا بابا البنت مؤدبه ملهاش تجارب جوزها لي يا بابا بوس ايديك. اسالوني انا، انا قديم والقرعه دي مش من فراغ. اوعوا تطمعوا البنات فيكم، الصنف ده انا عارفه كويس. اجري في البنت تحبك، حب البنت تكرفك. البنت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقول لك لا انت اول واحد يبوسني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين؟ وبعدين تقع في المحظور وتقول لك اتجوزني، ويبقى كده يابا انت اتثبت. اوعى اوعى تجري وراها، خليها هي اللي تجري وراك زي المعزه الزرايبي لغايه لما نفسها يتقطع. ساعتها هتروح لابوها تقول له يا بابا جوزهولي ده مؤدب ملوش تجارب، صدقوني انا اسمعوا كلامي القرعه دي مش من فراغ. طب بحكم خبرتك ممكن تقولي ازاي شدت بنت ليا؟ تنك وراها لغايه لما تحبك. تنك ايه بس؟ قصدي يعني تعمل اي حاجه عشان تلفت نظرها وعشان تخليها تحبك.
يعني اقف تحت البلكونه اغني لها في اغاني والدنيا تمطر عليا؟ ايوه يا اخويا، لو لازم الامر تعمل كده هتعتبرها منك حركه جريئه من شاب جريء. وبعدين اللي بيحب لازم يضحي عشان حبيبته. ما انت لسه قايل دلوقتي لازم نكرفه. وانا مش قايل محدش يقطعه. وبعدين انت كشف ولا استشاره مشمش؟ يا عيني يا ليلي.